تيفو يقدمه جمهور الهلال في استاد الملك فهد هنا في الدرة. هذا الملعب الذي لطالما كان شاهدا على ملاحم كبرى حسمت للفريق الأزرق وتوجت هذا الهلالي بطلا. الهلال السعودي مشاهدين متابعين أمام أنصاره وأمام جماهيره يلتقط صورة تذكارية في بداية هذه المباراة يوثق من خلالها. نعم سيداتي وسادتي متابعينا عبر قنوات SSC، مرحبا بكم في هذه المباراة والأمسية وسط هذا الحضور الجماهيري الهلالي الخالص في ملعب السادة الأمير فيصل بن فهد هنا بالرياض. الجماهير الزرقاء تحضر اليوم للاستمتاع بزعيمها ولرؤية النجم البرازيلي الكبير والهداف التاريخي نيمار. مات ملك البرازيل في عالم كرة القدم وظنوا بأن بلاد السامبا صارت يتيمة. ساديو ماني والكابتن كريستيانو رونالدو أين البرتغاليين جيسوس للهلال ولويس كاست يصبح أصغر حكم دولي مغربي آنذاك. أدار عديد الدربيات البيضاوية ومباريات الأدوار رونالدو. هذه كرة الجزائر الدوسري كرة جول ونواف نواف تاريسكا ورونالدو كرة براس نواف. ساديو ماني يلعب على السنغالي اليوسا رائعة يا عويس يا محمد يا عويس. ترجع لبرازوفيتش كرة خطيرة رونالدو براس يراوغ كرة خيبر التسويب ومحمد السنغالي ماني اليوسا وبراس رونالدو كريستيانو التسويب تريسكا رونالدو يعدي والمخالفة خالدو كوريبالي بالورقة خيبري سيكو فوفانا غريبة رونالدو كرة من ميشيل مرتدة الكرة ماركو يوانسا كرة جول كرة جول ميشيل ديلجادو الهلال سالم. يرجع كرة نادي النصر مباراة تعرف الآن منعرجات صعبة ريسكا أو رونالدو قوية قنبلة قوية من كريستيانو رونالدو أندرسون تاليسكا لاويس الكرة ترجع إلى نيمار من جديد ناصر إلى نيمار نيمار إلى سالم سالم من جديد المحاولة من الجانب اليسار لفريق النصر وسافيتش كرة النصر بالأسطورة يا حاتم حكام الكرة هو كرة من ربنا ميسا ضربة جزاء ضربة جزاء. ماذا يحدث في الميدان؟ ما هذا الجنون؟ ما هذه الفنون؟ لاعبين في الانتظار ما فماش ضربة جزاء مجهودات كرة عليها كرة غريبة عبد الحميد يوزع مالكو 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 والدفاع الدفاع برازوفيتش يوزع كرة خطيرة كرة مباريات الى حد الان مالكم
نيمار، استلام من نيمار، تعود الكرة قوية. بهدفين، بهدف رونالدو يكتب التاريخ من جديد لنادي النصر في هذه الأوقات ومع أجمل الأوقات.